الوطين رئيس غرفة الصناعة التقليدية. كما كتشوفوا أن هذه المحطة اللي دازت الحمد لله، وأن القضاء نصف غرفة الصناعة التقليدية في شخص عبد الملك الوطين، والحمد لله رد الأمور النصاب ديالها. وحنا الحمد لله دابا بالنسبة لنا هذه الورقة هذه فهي طويناها، ورا انطلاقة جديدة والمشاريع جديدة. وعبد الملك بوطين رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجميع الأعضاء وجميع الصناع وجميع الحرفيين، وإن شاء الله تعالى خصنا نتحاسبوا على المنجزات وعلى المشاريع وتتميم المشاريع اللي بديناها في الولاية اللي قبل. وشكراً.